زيارة الرئيس ماكرون للمغرب هي زيارة لها مجموعة من الأبعاد. البعد الأساسي هو أنه المغرب توصل بتحية من الرئيس الفرنسي، مفادها الاعتراف بأن الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل قضية الوحدة الترابية المغربية. وبالتالي من منذ تلك اللحظة تحولت العلاقات من مرحلة رمادية إلى مرحلة الوضوح، وبالتالي أن صاحب الجلالة نصره الله أكد على أن المنظار الذي ينظر منه المغرب إلى علاقات الدبلوماسية هو منظار الوحدة الترابية. ومن هذا المنظار ومن خلال هذا الاعتراف كانت دعوة رسمية للرئيس الفرنسي ليزور المغرب، فكانت زيارة وكانت الإشارات من خلال هذه الزيارة. الإشارة الأساسية هو الاستقبال الملكي الرفيع المستوى الذي تميز بالاستقبال الذي يخصص للرؤساء الكبار، واعتبر ماكرون في هذه المرحلة من كبار ضيوف المغرب. ثم الاستقبال الشعبي، الشعب المغربي كله بأجياله وبفئاته جاء ليحيي الرئيس الفرنسي وضيف صاحب الجلالة، وهذا الحشد الشعبي كان كذلك هو تعبير على أن المغاربة راضين على الأداء ديال الدولة الفرنسية في مجال وحدتنا الترابية. ثم الانعكاس الاقتصادي لهذه الزيارة، سواء من خلال 22 اتفاقية سواء في مجال الطاقة المتجددة وفي مجال النقل السككي، في المجال الأكاديمي وفي المجال الثقافي ومجالات متعددة. هذه الشراكات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني وكذلك على الاقتصاد الفرنسي، وبالتالي المغرب في علاقته اليوم التي تتميز بالندية يركز على علاقة رابح، وهذه العلاقة رابح هي اللي يمكن لها تخلي المغرب في مصاف الدول التي تعتد بكرامتها وبعزتها وبوحدتها، وأن كل من يريد أن يشتغل إلى جانب المغرب أو بمعية المغرب سواء دبلوماسيا أو اقتصاديا يجب أن تكون له مواقفه ثابتة في قضية وحدتنا الترابية. لا فعلا اليوم فرنسا تقتنع بالسياسة التي ينتهجها صاحب جلالة والمغرب في عمقه الإفريقي، سواء فيما يتعلق بالمحور الأطلسي، وبالتالي أنه فرنسا اليوم ستنخرط بشكل إيجابي وفعال في هذه الدينامية، وبالتالي أن المغرب هو بوابة حقيقية ومفتوحة على إفريقيا، وكل من يريد اليوم أنه أن يدخل إلى إفريقيا آمنا مطمئنا فالمغرب هو البوابة الحقيقية لهذا الدخول. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.